اتفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. سهل اللهم لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، استفتح بالفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ علي الرباني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. فاتحة، بسم الله. سبحان الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تكرر لنا بالآيات. قالوا ادع القلاية دكتة ديروز. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. شد الحرف لر قوة لأكون جاك. يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. البقرة بإنجا قفر قلم
إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء şin ihfasını yaparken şin mahracına yani dil ortasına dil ortası pardon yukarı doğru damağa doğru çıkıyor. Değdirmeden önce, dokunmadan önce ses gunne sesini akıtıyoruz. Genizden sesi akıtıyoruz. İhfa yapmış oluruz şin ihfası. İnşaallahu e ince la kalın. İnşaallahu la muhtedun dun durakta nuna dikkat ediyoruz. Ses akıtmaya dikkat ediyoruz. La muhtedun. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض لام دراء ده أين الزمن سيس أكتيروز تثير الأرض ولا الحرث مسلمة لاشية فيها لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق جئت قال قال يبمضا همزة يقيرز جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم قالوا ادعوا قالوا ادعوا دال قلقلة قالوا ادعوا همزة وصل بفور ايت ما الطبيعي as you know, if we have that وصل after المد الطبيعي, we don't pronounce المد الطبيعي. قالوا ادعوا. لام ضملوا دال سكون. قالوا ادعوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا. ادغام without غنة. نون ساكن with لام. يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه بها soft sound إن البقرة قاف را strong إن البقرة تشابه علينا وإنا همزة قطع إي همزة كسرة إي نون شدة غنة and مد separate اللود مد وإنا إنشا the sound of الإخفاء soft sound إنشا مد واجب متصل required attached مد إنشا الله لمهتدون قال قا strong sound قال إنه يقول إنها نون شدة حركة مد طبيعي natural مد أرسلت حركة إنها بقرة لا بقى با soft قاف strong بقرة را strong إنها بقرة لا إدغام without غنة لا ذلول إخفاء تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها مسلمة لا أيضا إدغام بلا غنى
without غنة. قالوا strong sound قا ما الطبيعي. قالوا الآن، قالوا الآن جئت. جي همزة سكون. جي تا جئت. قالوا الآن جئت بالحق. قلقلة big قلقلة we stop with it. بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم. بسم الله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فدا شدة دا شدة سند كات. فادارأتم را 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 كالون همزة إنجاء رأتم. فادارأتم فيها تم في ميم سس أكت مسك قلقلة olacak. يعني تم فيها قلقلة olmamalı. Burada أشد إظهارا. ميم سكون إظهار. تم في تم في. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج مخ 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 والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف سكون burada ses akıtma yok ama hems var. Hems var. Tektumun. Tektumun. Fekulna duribuhu. Buraya dikkat etmemiz gerek. Fekulna. Kulna. Her zaman dediğimiz gibi lem, lenun, mahraç olarak çok yakın. Lem, sakin lem, nun'dan önce gelirse bu lemin sesi sesi akıtmasına iyice dikkat etmemiz gerek ki lem lenun idgam olmasın. Fekulne, fekulne, fekulne. Burada şeddeli nun gibi okunmuş gibi sayılır. Fekulne, fekulne değil. Lem sukun, fekul. Lem sesi bittikten sonra nuna geçiyoruz. Fekulne, fekulne, fekulne. Burada hamzatı vasıl okunmaz. İki sakin beş beşe geldi. İkisi silinir. Sakin dağda, dağda geçiyoruz. Fekulne. Şimdi dağda da dikkat ediyoruz. Dağ kalın ve istitala sıfatına yani ses akıtmamız gerek. Fekulne. 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 Dağ sesi lem sesinden daha uzun. Dağ sesi lem veya herhangi sakin harften daha uzun. فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ فَقُلْنَا ضُرِرِ إِنْجَ رَا إِنْجَ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهَا ساكن عين درين يعني بواز ortasından دان gelmesine dikkat ediyoruz. عَعُ عِ أَعْ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ يَنَا تَعْقِي تعقلون نون دراكتا هذا دكات تعقلون. نعم. وإذ قتلتم وإذ قتلتم the letter with سكون we must be careful with them we put the time in each letter. وإذ قلتم وإذ قتل وإذ قتلتم نفسا فنف ق
قتلتمنا. ميم الساكن مذ نون إخفاء إظهار شفوي أورال كلير. وإذ قتلتم نفسا فدا دال شدة وإذ مد الأليف ألف خنجرية we have here mad natural mad soft sound فدا را strong همزة سكون soft. وإذ قتلتم نفسا فدا رأتم فدارأتم فيها. ميم الساكن with الفاء with the letter of فاء إظهار شفوي أشد إظهارا. We confirm the letter of ميم more the other letter with الواو والفاء. فدارأتم فيها. والله مخرج مخري خاء strong سكون راء soft مخرج ما كنتم والله مخرج ما كنتم تكتمون تك كاف سكون تكتمون سكون مد عارض للسكون. فقلنا لام الساكن the letter of lam والنون if they come like this with together be careful with them. فكنا no we pronounce the letter of lam and the letter of noon their articulated point is very clear together so we must be careful with them. فقل نضرب همزة وصل we don't pronounce it. فقل نضري ضاد strong with سكون. فقل نضربوه ببعضها عين سكون ع عو عي ع ببعضها. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي سكون كذلك يحيي الله والله لفظ الجلالة مفخم heavy sound here يحيي الله كسرة before the letter before لفظ الجلالة كسرة we pronounce it soft sound كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته يريكم إظهار شفوي أورال كلير آياته لعلكم تعقلون تع بع تع the sound of عين سكون لعلكم تعقلون نعم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة من بعد قلوبكم من بعد إدغام شفوي من بقلاب قلوبكم من بعد ذلك فهي ها كسر سند كذا ديروس سكون ديل فهي كالحجارة جا جيم سس سرت يعني مشاك ديل فحجارة ديل حجارة رأد قالن فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أنهار ساكن راء ودراكتا أنهار أر كالن راء دا مهرج أولارك ديل أجو
biraz yuvarlak olacak. Bir yuvarlak olacak. Ses geçsin diye. Fehiyye kelhi neydi? Minhul enhar. Dil ucunda bir boşluk oluyor. O boşluktan yani dil ucu neyle diyecek? Ön dişlerin etiyle değdireceğiz. Ama o değdirmekle bir boşluk olacak. Yani dil ortası aşağıya doğru yani yuvarlanıp ses geçiyor oradan. Geçen resimde gördüğümüz gibi minhul enhar ve inne minha lema yeşşakku şin kalın pardon şin şeddeli kaf teşeddeli yeşşakku fe yahrucu minhul ma yeşşakku iki kaf beş beşe geldi ikisi kalın yeşşakku fe yahrucu minhul ma durakta med ardı sukun muttarrifil hemz yani med ardı sukun ama son harf hemze oldu. Dolayısıyla iki hareke uzatamayız. En az dört hareke uzatmalıyız. Dört veya altı. Minhul mâ kalkala yapmadan ve inne minhâ lemâ yehbitu min haşyetillâh وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نعم ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ قَسَتْ تَأْسُكُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ إدغام شفوي أو إدغام المثلين قلوبكم من بعد لايك ميرجينج من بعد إقلاب تشينج النون الساكن تو ميم من بعد ذلك فهي كالحجارة كالحجارة جا جيم فتحة جا وذ مد الأليف جا كالحجارة را strong تي soft فهي كالحجارة أو أشد قسوة if we stop here with ها قسوة وإن من الحجارة لما لام فتحة لا ميم فتحة ما وز مد الأليف لما وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أنها ها always soft not ها أنها no the letter of ها in Arabic soft sound لما يتفجر منه نون ساكن وذها إظهار clear منه الأنهار وإن منها لما يشقق دبل قاف شد فتحة قه يش شد سكون وذ الشين فتحة يش with قاف شد فتحة يشقق قاف ضمقوا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط هاء سكون وإن منها لما يهبط بيط too strong باء soft يهبط من خشية الله وما الله
وَمَا اللَّهُ بِغَا strong sound with مد الأليف بِغَافِلٍ عَمَّا غَافِلٍ عَ إظهار حلقي إظهار clear تنوين with عين بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نعم نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أختنا حياة أغلق الكاميرا.